300 طالب متحصلون على صفة الطالب المبادر يتنافسون في مسابقة ابتكار في ريادة الأعمال عبر تقديمهم ما يقارب 190 فكرة مشروع. إذ تهدف جامعة قرطاج إلى مرافقة كل طالب يمتلك فكرة مشروع عبر تأطيره من قبل أساتذة وشركاء اقتصاديين. تظاهرة فريدة من نوعها وتسهر عليها جامعة قرطاج بمساهمة قطب الطالب المبادر وتعاون على صقل المواهب وتكوين الطلبة ويتنافسوا باش يتحصلوا على جوائز، وعلاش لا نعاونوهم باش يكونوا الشركات الناشئة اللي ستارت اب نتاعهم. الفكرة نتاعي في دومين الشطرنج، نحب نعمل سوليسيون باش نبدل لا فاسون دابخوندغ لو جو ديشيك. الفكرة هي اني نستغل الخبز اللي يطيش كل يوم نعملوا به اون شابلور، ومش اي شابلور، شابلور باللفاحات نتاع النابل نتاع الكابون. اهم حاجة اللي هي البارتي وين تتعلم وين تاخذ دي كومبيتونس جدد. كي يبدا الطالب اللي هو من السنه الاولى نتاعو يبدا يعرف روحه اللي هو ينجم ينتج مشروع ويلقى السوتيان لازم، دونك هذاك نجم نقولوا اللي هو ينجم يحد من هجره الكفاءات وينجم يحد زاده من البطاله. ويتمتع الطلبة أصحاب الابتكارات بالمرافقة في إطار بعث شركات أو تطوير مشاريع تكنولوجية تكون في شكل براعة اختراع، وهي تشمل قطاعات مختلفة، حيث أبرم قطب الطالب المبادر بجامعة قرطاج اتفاقيات مع عدة شركات ومؤسسات من شأنها أن تقوم بتكوين الطلبة ومتابعة تقدم مشاريعهم. اتفاقية اللي صححنا اليوم اللي باش نمكنوا ليكيب اللي رابحة باش نختاروها احنا مع جامعة قرطاج باش نعاونوها مدة 3 شهور أنها تحاول تحقق أول معناها فيرسيون من اللوجيسيال نتاعهم، يحاولوا يدخلوا أكثر للمارشي ويتكونوا اون كونتاكت مع الكليونات نتاعهم ديريكتومون. بالنسبة لنا مهم برشا للخطوة هذه نتاع تجديد الشراكة مع جامعة قرطاج باش نخدموا على أكثر نومبر نتاع طلبة على كاليتي خير نتاع دي بروجي. الدومين نتاعنا هو التعليم عن بعد، يعني توفر لهم لي فورماسيون عن بعد باش تعاونهم يلقاو خدمه نهار اخر، خاطر احنا الثنية اللي لقيناها صعيبه نحبوا نسهلوها على لي زيتيديون اللي كيفنا. ايكو سيستيم تاو انتربرونيال في تونس ياسر ملائم باش انه الطالب يبادر وانه يتعدى للمرحله التنفيذ من الفكره نتاعو، واحنا في القطب هذايا جوستومون اون اساي دو دوني لي موايان باش انه هالطالب هذايا يتعدى للمرحله هذه نتاع الانتاج. وتتواصل فعاليات مسابقه احسن مشروع ابتكار في رياده الاعمال طيله 3 ايام بمدينه العلوم بتونس، على ان يتم اختيار 3 افكار مشاريع لتتوج بجوائز الدوره الثانيه.